أعبئ ألعابي بأمان. أين أضع دمية الأسنان؟ على الرف وضعتها وذهبت للنوم بعدها. حان وقت الانطلاق. مرحبا يا رفاق. استيقظنا جميعنا، فلتكشف وجهك لنا. سأقوم بتغطية عيناي. لماذا لا تنظرين إلي؟ إنك مضحك بالفعل وتبدو سخيف الشكل. ذبابة صفراء محلقة. أتظنين نفسك رائعة؟ سأفسد لك القبعة. لقد أمسك الأرنوب، علينا إنقاذه يا ثعلوب. لقد أنقذناه، لكن أكلت إحدى أذناه. لن تستطيعوا الفرار. سأعاقبكم يا صغار. عن أصدقائي دافعت، لكن في الصبار وقعت. بالنبات واجهتها، وبرائحتي أبعدتها. أخيراً هزمتها، وبالطائرة الورقية طردتها. أخرجتها من المكان. هي، وصلنا أخيراً. سنبرح كثيراً. ما هذا في الأمام؟ ها، يبدو لي كطعام. نرش الماء حولنا. ماذا يحدث هنا؟ ماذا نفعل الآن؟ لقد انهار المكان. لنقوم بتحريرها ونفك قيدها. شكرا لكم، سأعيد أشياءكم. لقد ذهبت مسرعة. لدي خطة رائعة. بحرارة النار سنذيب الحفار. بالمعادن السائلة صنعنا يرقة مذهلة. لنضع الباب قبل الذهاب. نتحرك بين الطبقات. أسمع بعض الأصوات. سأعترض الطريق. لا، فلتمر يا صديق. لنبدأ الانطلاق للخروج من الأعماق. أين استطعنا الوصول؟ إنه بيت الغول. لا، تخف يا صغير، ليس هذا خطير. سأنظف الغبار. شبح في الجوار. لنبدأ الكفاح ببندقية الأشباح. يتفادى الطلقات واستطاع الإفلات. يحاول الفرار. علي الاستمرار. لا يمكنني الإخفاق. سأقوم بالإطلاق. أصبت السلحفاة. عليك الانتباه. أين الشبح الأخضر؟ سأجعله يظهر. وجدته الآن وبدأ الطيران. تابعته بسرعة. ولدي خدعة. لدي فكرة جيدة. الطلقات المتعددة. كل شيء يطير، وأمسكت الشبح الصغير. نجحت خطتي. يا لسعادتي. إنه منزعج. سأخرجه ليبتهج. شكرا يا غلام. لقد نسينا الأغنام. سأحررهم سريعا وننقذهم جميعا. في العجلة البيضاء نصعد للسماء لنستكشف السحاب. لدي مفتاح الباب. لقد ظهر الطريق. لنذهب يا صديق. مفتاح أرجواني، هيا اصعد علي. أخذناه بنجاح. واستيقظ حارس المفتاح. سأرميه إليه. التقطته بيدي. أعدته إليه. لن تحصل عليه. هاي، لأتخطى العملاق. قمت بالانزلاق. ثقب المفتاح أمامنا. هيا نذهب من هنا. عبرنا سلم الألوان. أين نحن الآن؟ الأرجواني يحيطنا. وانقلب طريقنا. هذا المكان غريب. ظهر سلم قريب. سقطة قوية فوق الرأس الصخري.
استعدته أخيراً، أغضبتموني كثيراً. ليس هذا جيداً. الآن سنسقط مجدداً. غادرنا المكان. وصرنا بأمان. في المغارة يلعب الطفل بالحجارة. انهارت لأجزاء وبدأ البكاء. سنحل الأمر. لنبدأ الحفر. نزلنا بالحفار ووصلنا للأحجار لنجرب ثباتها. وقعت من فورها. السيارة توقفت لأن الطاقة انتهت. لنقم بشحنها. نحتاج الشمس وضوءها. لدي حل ماهر باستخدام الجواهر. أثبتهم في الجدار بطول المسار. وصلت الأشعة الشمسية وشحننا البطارية. ننطلق من جديد إلى طبقة الجليد. وجدنا الماسات. لا يمكنها الثبات. نزلنا في الحال لطبقة الرمال. كان هذا سهل. لنجرب الرمل. نجحنا في الأخير. لنأخذ الكثير. هيا بنا لنخرج من هنا. للكهف عدنا. انظر ماذا وجدنا. أحب الرمل بسرعة وبنى قلعة. نفذت طاقتي وتعبت. هيا لقد اقتربت. شجرة الشوكولاتة أمامنا. سأحضر القليل لنا. تلك الشوكولاتة السوداء ستجعلنا أقوياء. جعلت قوتي تزيد. ستمنحك الطاقة من جديد. تمهل. عليك الانتظار. عليك أكل الخضار. لإنزال الخضروات سأقوم ببعض الضربات. هم هم. يبدو طعمه جميل. فلتجرب منه القليل. الآن أيهما أختار؟ ليس عليك أن تحتار. فلتضع الخضروات هنا وسأضع الأرز أنا. هكذا لدينا صنفان. سأحضر اللحوم الآن. فلنضع الحلوى بجوارهم. والآن نقوم بتدويرهم. أكل كل الوجبات وبسرعة نمت له عضلات. اكتسب القوة من الطعام. هيا ننطلق للأمام. بدأت أشعر بالإرهاق. لا، أنقذوني يا رفاق. أمسكتك يا صديق. هناك شيء على الطريق. هناك عملاق كبير. تعال إلى هنا يا صغير. هذا الطعام المفيد سيملأ طاقتك من جديد. هم. استعاد طاقته كلها. سيارتي هي الأجمل، لكنها لا تعمل. لا بطارية بها. أعرف مكانها. اثنتان تكفيان. سأضعهما الآن. حين التفت البطاريات اختفت. بطاريتي لا أجدها. من قام بأخذها؟ هل أكلتهم الدودة؟ لا، ليست موجودة. سأرحل من هنا. لنكمل بحثنا. واحدة على الأرضية. وجدت البقية. هناك عش قريب. يبدو هذا غريب. المصابيح الصغيرة تأكل بطاريات كثيرة. اختفت الأضواء. نحتاج للكهرباء. ما العمل يا صغار؟ لدي بعض الأفكار. قمت بالرحيل وعدت بعد قليل. وقت العمل حان. لنبدأ بالدوران. هيا يا أطفال لنصطف في الحال. هاي ينيرون من جديد وصار الكل سعيد. هاي مرحى. وقت الاستيقاظ حان. سأقفز الآن. نزلت في المياه. عليك الانتباه. بالماء أصابتني. لقد أوقعتني. إلى الحمام دخلت وللصنبور وصلت.
غسلت عيني وحدها وخرجت بعدها. هيا إلى الفطور، فلتسرع بالحضور. عطسة قوية، يحتاج رعاية طبية. قمت باتصال ووصل الطبيب في الحال. لديه زكام. توقف يا غلام، للماء نحتاج لنقوم بالعلاج. بدرجات حرارة تنازلية ستكون طريقة مجدية. اغسل وجهك بالماء ليتم الشفاء. من الساخنة للباردة وصارت حالتي جيدة. لنقفز معا. يبدو هذا ممتعا. أحتاج حلا سليم، وخرجت إحدى الجراثيم. أنا حر للذهاب. عرّي هذا الكتاب. بدأت الدراسات في كتاب الرياضيات. لا يمكنني حلها. أستطيع فعلها. قطرة صغيرة أخرجت واحدة شريرة. سأقوم الآن بتدمير المكان. الجرثومة الحمراء تزعج الغرباء. آخ، قام بالهرب. أين ذهب؟ من تحت الأقدام، رميته للأمام. لنعد يا صديق. ها، بسكويت في الطريق، سأكل القليل. طعمه جميل. الآن سأنام. خدره الطعام. لنبدأ الاختبار، إنه شديد الإحمرار. الغضب سيزول بهذا المحلول. هي، نجح العلاج وتوقف عن الإزعاج. شكراً أصدقائي، سأصلح أخطائي.